مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، برحب بيكم من برنامجنا نحو الهدف. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وبنستكمل حلقات برنامجكم نحو الهدف من الموسم الرابع عليه. بنبدأ فقرتنا النهارده بعنوان لا زوج يدعم ولا قانون يرحم. هل المرأة مكسورة الجناح مقهورة ملزمة بالكفاح؟ حقا قارب يسير عكس الرياح، وانصمدت وواجهت الفقر وتراكمت عليها ديونها، هل وجدت من تطلب منه السماح؟ وسؤال حلقتنا النهاردة مع أم ضد إنفاق الزوجة على زوجها. باختصار هنتكلم النهاردة عن المرأة المعيرة. المرأة المعيرة اللي كلنا عارفين عنها إن هي الأم أو الزوجة اللي بتعول زوجها، اللي بتعول أولادها عفوا، اللي بتعول أولادها في غياب الزوج إذا كان مثلا مسجون أو مريض أو متوفي أو متوكل عليها. مظبوط يا أمنية. الراجل يا جماعة زمان كان شيء غير دلوقتي. الراجل كان لما بيجي يتجوز ويفتح بيت ويعمل أسرة كان بيصرف على زوجته وعلى أولاده وعلى البيت، بيدفع مصاريف البيت كاملة، بيكفي البيت من الألف للياء، لبس وأكل وشرب وكل حاجة. يمكن كان كمان بيدي مصروف لزوجته حتى وهي بتشتغل. وده الطبيعي يا هدير أصلا. هو طبعا طبيعي، بس انتي لاحظتي ان الموضوع ده قل دلوقتي جدا؟ اكيد، ودي فعلا دي حقيقه. في دراسه يا هدير اتعملت محزنه جدا عن المراه المصريه، اكتشفوا ان في زياده عن 12 مليون مراه معيله في مصر، وان 30% من الاسر بتنفق عليهم سيدات، وده محور حلقتنا النهارده. مظبوط يا امنيه. دلوقتي الراجل العاله بقى منقسم لاتنين. الراجل يا اما بيشتغل وبيصرف على نفسه بس، وهو رغم ان هو عنده بيت واسره واولاد ويعني مكون اسره وكده، بيصرف على نفسه بس وبيسيب مراته خالص، يعني ما بيصرفش على البيت وما بيصرفش على الاولاد ومش مهتم بيهم ومش مهتم بمصاريفهم، بيصرف على نفسه، يخرج يتفسح مع اصدقائه وزملائه، يقعدوا على قهوه، يروحوا يسافروا وبس، لكن ما بيحطش جنيه في البيت. يا اما بيكون قاعد في البيت ومستني مراته يعني تخرج تشتغل وترجع تجيب له الاكل والشرب وتدي له كمان مصروفه. صح جدا، وعايزه اقول لك ان شغل الست المعيله دلوقتي بقى ليه دور مهم جدا وقوي في ان تساعد الاسره على بقاء الحياه تكمل يعني، وبيكون وقتها زوجها يعني عارفه اللي هو ايه، ملوش دعوه ومستقيل خالص تماما عن مهامه الزوجيه والعائليه والحاجات دي، مستقيل خالص عنها، وبالتالي بتكون المراه هنا المصدر الوحيد للدخل. مظبوط. وقتها يمكن الموضوع دلوقتي هدير والظاهره دي ما تكونش جديده، اكتر من ان الظاهره بقى فيها اتساع ملحوظ جدا، بقى في انتشار غريب قوي، لان الست هي اللي بتصرف على الراجل وعلى البيت كمان. صح، وده غريب. ايه بقى يا امنيه؟ بيثبت يا جماعه ان الست بقت قويه جدا طبعا، لدرجه انها بتتحمل كل الصعاب وبتمر بيها وبتعديها وبتجتازها على اكمل وجه، وما بتقفش قدام حاجه مهما وقعت مهما اتقدرت. معانا مداخلة أستاذ شريف. أستاذ شريف محمد موسى، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. برحب بحضرتك أستاذ شريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك أكيد سمعت الموضوع الحلقة إن هو عن الزوجة اللي بتصرف على الزوج والزوج يعني يعتبر عال عليها. تمام. تمام. بصي، هو المجتمع المصري منقسم لحاجات كتيرة قوي، وبالأخص المشاكل الأسرية. مظبوط. اولا لما نيجي نتكلم على الزوجه تعول اسرتها، ده ممكن يرجع لظروف معينه فرضها عليها المجتمع، اللي هي اولا ممكن يكون الزوج مريض او هي بتساعده والحياه مشاركه، بس ان الزوج ما يصرفش نهائي على اولاده ولا على زوجته، ده ممكن يرجع لحاجات كثيره جدا جدا جدا، والموضوع ده في البلد او في مصر كلها نسبي، يعني زي ما انت ممكن تلاقي حالات معينه ان الزوج ما بيصرفش على 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 مراته ولا اولاده، ممكن تلاقي كمان مفيش مشاركه من ناحيه الست، فده بيجبر الزوج ان هو بيعاقبها، وده انا عارف ان هو خطا، بس احنا اتفرض علينا او المجتمع اتفرض كتير عن المشاكل الاسريه للنوع ده من المشاكل. طب ما هو ده الطبيعي ان الزوجه ما تصرفش، يعني الطبيعي ان الزوجه ما تصرفش والزوج هو اللي مسؤول عن كل حاجه في البيت. تمام، بس ده على فكره مش نسبه كبيره جدا زي ما حضرتك بتقولي، بالعكس. طبعا ممكن يكون هو شغله بسيط فهو ما بيقدرش يصرف زي ما الزوجه بتطلب، لان الزوجه بتطلب ما تعرفش ان جوزها ده بيتعب قد ايه، بيشقى قد ايه، بيعمل قد ايه، فيعني ده برضو شيء منطقي. بس طبعاً دي كانت عادات وتقاليد زمان حتى المفروض.
لا يا فندم، بص يا فندم، بص يا فندم، زي ما في حاجات كتيره قوي اتغيرت، في حاجات كتيره قوي في مشاكل اسريه اتغيرت. يعني هل يحق لزوج ممكن يصرف على زوجته وهي ما بتطيعوش؟ لا طبعا ما ينفعش. معلش، هيتعتبرها القانون والشرع اللي هي ناشز، فازاي ينفق عليها وهي ناشز ما بتطيعوش؟ طب حضرتك قول لنا، طب لو هي بتطيع وكل حاجه وهي اللي بتشتغل وبتصرف عليه وهو معافى وما فيهوش اي شيء وقاعد بياخد منها المصروف، هل في قانون بيحمي الزوجه دي؟ ها؟ لا لا فندم، ده في عرف بقى اللي هنتكلم بعيد عن القانون والكلام ده، ده في عرف اللي هي ما تستاهلوش الصراحه، تخلعه تخلعه تعيش لوحدها. طيب انا اللي ممكن اسال هي تعيش حضرتك، مع راجل زي ده بالعكس. طيب تمام، انا ممكن اسال حضرتك تقول لي على نسبه الطلاق او الخلع اللي بتتم بسبب الموضوع ده عند حضرتك؟ بص يا فندم، زي ما في رجاله ما بتصرفش على 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 بيوتها، في كمان ستات كتيره قوي او زوجات كتيره قوي ما بتطيعش زوجها. المشاكل دي كتيره جدا على فكره، بس ده ممكن يرجع لحاجات كتير بقى، بخل الزوج، عدم استطاعته، ساعات في زوجات ما بتحبش مثلا تخلع عشان الحياه الاسريه تستمر وتكمل والمنظر الاجتماعي يكون موجود. بس في حاجات كتيره قوي بقى، يعني معلش، زي ما في زوجات بتحافظ على بيوتها، بقى في ظاهره غريبه المفروض المجتمع المصري يتكلم عليها، ان بقى في رجاله او ازواج هم اللي بيحافظوا على بيوتهم. طب استاذ شريف، من وجهه نظرك كمحامي، هل في حلول لوقف الانتشار الظاهره دي، ان الراجل يعيش عايله على زوجته او ان هي تنفق عليه وهو ما بيشتغلش؟ لا مستحيل مستحيل، زي ما فيش قانون يقدر يجبر الزوجه انها تبيع زوجها، هل هيبقى في قانون يجبر الزوج انه يصرف على مراته او زوجته واولاده؟ طب مستحيل. حضرتك كمحامي، ممكن نلاقي مثلا نوع من انواع العقاب سواء من الزوجه سواء من الدوله؟ يعني مثلا الزوجه ممكن تعمل موقف معين علشان برضو تعدل سلوك الزوج، يعني يحس بالمسؤوليه شويه، او مثلا يكون في قانون بيقول مثلا ان الزوج اللي يعني اللي بيعمل كده، اللي ما بينفقش على زوجته، ممكن يكون مثلا يتحرم من التموين او السفر مثلا. طيب حلو قوي، لو احنا عملنا قانون لكل شخص، طب احنا كمان احنا لو عملنا قانون للكلام ده للازواج، طب ايه المانع ان احنا نعمل قانون للزوجات اللي ما بتطيعش زوجها؟ طب هنعمل ايه المشكله؟ لا، اولا احنا من البلاد او الدول الكتيره فيها قوانين كتير قوي، فمش هندخل كمان البيوت نقول والله الزوج لو ما قالش سلام عليكم لزوجته نحاسبه، او الزوجه ما قالش صباح الخير نحاسبها، فالكلام ده غلط. مظبوط مظبوط استاذ شريف، بشكر يعني حضرتك جدا استاذ شريف. علق على جمل مهمه جدا، مفيش قانون للموضوع ده. يعني في الاخر، ان زي ما انا كنت لسه هقول لك، ان الست مهدور حقها في الموضوع ده تماما، ملهاش اي قانون بيحميها في وضع زي ده، ان هي تكون بتصرف على الزوج والاولاد. لا بس على ما اعتقد ان يعني وصلنا لحل وسط كده، ان ممكن تطلق او ترفع خلع زي ما هو. طب ما هو قال رجع وقال لك ان ممكن تكون علشان تقول عشان الولاد، عشان ما خربش البيت، عشان الاولاد، يبقى العيب يعني وقتها هيبقى منها، هي اللي مش عايزه تعمل ده. لكن الحل الوسط ان هي ممكن تتطلق. يعني اصل ايه اللازمه، لان انا بصرف وبجيب وبودي وبعمل وكمان بديله مصروفه والمفروض يبقى موجود. صح يا ايه لازمته يا هذه يا جماعه؟ في مثل كان زمان بيقول زوجك على ما تعوديه، الراجل انت اللي بتعوديه، سواء انت بتعوديه وبتاهليه ان هو يشيل المسؤوليه من البدايه ويشيل ويصرف على الاولاد ويصرف عليكي ويصرف على البيت ويتكفل بكل شيء، وانت برضو اللي بتعوديه ان هو ما يصرفش، وان انت اللي بتصرفي، ان انت بتشاركيه في كل حاجه، وان انت متداخله معاه في كل حاجه، وان انت اللي شايله نص مسؤوليته. فالبدايه بتيجي من هنا، انت عودتيه من البدايه ان هو ما يصرفش، خلاص اتحملي نتيجة المعاملة اللي انت بدأتيها، الطريقة اللي انت بدأتيها اتحمليها. جات لنا مشكلة، معانا مداخلة. أم عبد الله من القاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا ممكن عليا تعليق على الدكتور شريف، إن هو بيقول لك إزاي لما الزوجة ما تطيش إن هو مش واجب عليه إن هو يتحمل المصاريف. اتفضلي. طب ايه علاقة الأولاد بالمصاريف وطاعة الزوج وغير طاعة الزوجة؟ ده ملوش علاقة، ما في أطفال عايزة مصاريف وعايزة أكل وعايزة، ايه العلاقة ما بين ده وبين ده؟ أم عبد الله لا، هو ما قالش كده، هو ما قالش كده خالص.
بيقول لما الزوجه ما تطيعش فانا ايه المفروض علي ان انا اصرف عليها طالما هي مش طايعه جوزها؟ لا، هو بيقول ان الست مسؤولة عن تصرفاتها والراجل مسؤول عن تصرفاته، تمام، وان انت مش هتحاسبيه على ان هو ضحك او ما ضحكش او خد تصرف او لا، ولا هو هيحاسبها، لكن هو مسؤول عنها وهي مسؤولة منه. هو قال كده يعني بالتساوي قصده، وقال ان الست لو ما بيتصرفش عليها او الزوج ما بينفقش على زوجته تتطلق، الحل الاخير انها تتطلق. هو اكيد الزوج هو المسؤول، بس هنا الراجل المصري لو لقي مراته متحمله المسؤوليه معاه فبيتك شويه، لو بتساعده 25% بعد كده بتبقى 50%، بعد كده بشكر حضرتك ام عبد الله، بشكر حضرتك جدا. بس يا ام، فنرجع لموضوعنا. زي ما بقولك الزوجه هي اللي بتعود الزوج على التصرفات من البدايه. مش دايما على فكره، لا يعني والله ما دايما يا هدير، اوقات كتير بيكون هو من نفسه، فاهمه اللي هو ايه؟ هو انا هي اشتغلت، هي اشتغلت، بتقومه من هي البداية. اشتغلت وانا بشتغل، خلاص تصرفي شويه، اصرفي اكتر، لا هو ما فيش كده، لغايه ما مصروف البيت يبقى عليكي مثلا، وانا الحاجات الباقيه عليا، وهتبقى حاجات بسيطه، فاهمه؟ ان هو لو بدا معاها باصرفي شويه شيلي شويه وهي رفضت من البدايه، هو غصب عنه هيشيل المسؤوليه، هيقول عليها انانيه. لا، هيقول عليها انانيه امتى؟ لو هو واقع في مشكله وهي ما ساعدتوش، لكن لو هو متعود على وضع زي ده ملوش علاقه باللي احنا بنقوله. بصي، هو ده المفروض خالص. اصلا يا هدير الطبيعي في الدنيا ان الزوج هو اللي بيصرف على زوجته، وانه بيكون متكفل 100% عن كل حاجاتها وكل احتياجات البيت. مظبوط، ده الطبيعي. مظبوط. طب تفتكري عاده اللي ابتكرها المصريين في مصر، ان البنت لازم تجيب جهاز وتساعد الراجل في الجهاز وكده، تفتكري ده بدايه الخيط اللي الراجل اعتمد فيه على الست؟ لا، يمكن يا هدير الموضوع ده عشان بس نسهل موضوع الجواز، يعني في دلوقتي اصل حاجات كتير بقت غاليه دلوقتي. مظبوط. والشقق كتير، والشقق غاليه والاجهزه غاليه وكل حاجه غاليه. مظبوط. فيمكن العادات دي اتعملت عشان نسهل موضوع الجواز. تمام، مظبوط. مش عشان اي حاجه ثانيه. معانا دكتوره غاده مظلوم، استشاري علاقات انسانيه واسريه وخبير تربوي. اهلا بحضرتك دكتور غاده. اهلا بيكي. اهلا يا دكتور. دكتور غاده، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في الزوجه اللي بتقول الزوج والاولاد وتكون مجبره ان هي تعمل ده عشان هو فارض عليها ان هي تكمل او تشتغل، عشان ما ينفعش ما تشتغلش والبيت عايز حاجات كتير، فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ طيب بدايه خلينا نحلل الموضوع كده، الزوج اللي هو بيعال ده والزوجة مرغمة أو مكرهة على الموضوع ده. خلينا نقسمها لناحيتين. الناحية الأولانية إن هي بتعمل كده احتياج، الاحتياج بمعنى إن الزوج مثلا كان راجل كويس ومحترم، وبعد رحلة حياة شافت منه الخير وإن هو طيب، ابتدى بعد كده يحصل له ظروف، ساب الشغل، دخله ما بقاش مكفي، الدنيا غليت، فهي ابتدت تشتغل عشان تسنده في ظروف معينة. فدي في الحالة دي والله دي حاجة تقدر لها وتحسب لها وعادي تكمل ظروف حياة. لكن إذا كان الشخص ده عاطل بمزاجه، يعني بمعنى مستهتر مهمل غير متحمل للمسؤولية، نوع من البجاحة كده، فكون إن هي تقبل ده وتقول أنا مضطرة، لا، هي يا إما مغفلة يا إما مستغلة. وفي الحالة دي هي بتشارك في الجريمة، لأن هو أصلا كده أساسا عالى عليها وعلى المجتمع. تمام. فهي هنا لازم تفصل كل حاله عن الثانيه، يعني هل الزوج ده عاطل ليه مثلا؟ هل مدمن محتاج علاج؟ هل هاجر الاسره او الاطفال او الزوجه نوع من الاهمال والاستهتار وتخلي عن المسؤوليه؟ يبقى في الحاله دي مستمره، هي مستمره ليه اصلا؟ تمام. طب كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه، ازاي الزوجه تتعامل مع الزوج في الاطار الاسري وهي بتنفق عليه وبتنفق على البيت وبتنفق على الاولاد؟ ازاي تقدر تتعامل معاه؟ ازاي تقدر يعني حضرتك عارفه ان الزوج لما بيمسك الانفاق في البيت وبيصرف على بيته وبيتكفل ببيته بيبقى هو الامر الناهي، مظبوط كلامي؟ تمام. فبما ان هو بيبقى الامر الناهي، هي بقى لما تعكس الادوار، هي لما تقوم بدوره، مفروض ان هي تقوم بده، تبقى هي برضو الامر الناهي؟ لا، هو احنا مش قاعدين بننتقم من بعض، يعني هي موضوع الامر الناهي ده مش في كل الاحوال، وده المفروض ان الزواج يعني شركه او مؤسسه مع بعض، ان احنا بنتفاهم على يعني الادوار ما بيننا والاولويات ما بيننا. لكن هنقسم برضو زي ما قسمنا الزوج العاطل عن العمل ده عاطل ليه؟
لو قلنا ان هو ساب شغله لظروف معينه، مريض، دخله مش مكفي، كلام من ده، وقلنا ان الزوجه هتشيله في ازمته لان هو في الاساس كان راجل محترم ومسؤول وتاريخه معاها طيب، يبقى في الحاله دي انا اقول ان الست ما تجرحوش، لان هو من جواه هيكون متضايق وتعبان وحاسس بالتقصير او بالظروف اللي هو فيها، فما طب يجيش عليه زياده. معاملتهم هتبقى لكن مع بعض لو ازاي هو في النطاق الاسري؟ مهمل، يعني هي هتعمل ايه؟ ما هو انا ميزه ما بين حاجتين، تعمل ايه لو هو اساسا يعني تقدري تقولي اتكالي او اعتمادي او غير اهل للمسؤوليه، اوكي، مظبوط. في النطاق الاسري في الحاله دي هي قدامها حاجه من الاثنين، يا اما تصرف على اولادها بس وتتجاهله لان هو قادر على العمل وغير راغب في العمل، ففي الحاله دي انا هتحمله ليه؟ طيب ايه الاسباب يا دكتور اللي ادت لانتشار الظاهره دي وازاي نتغلب عليها؟ والله هي الاسباب دي يعني مختلفه، بس منها اولا من بدايه الزواج، الزواج على اسس غير صحيحه. يعني احنا لما بنتجوز بنقول ايه؟ بنقول احنا متجوزين على سنه الله ورسوله. سنه الله ورسوله دي بتقول ايه؟ بتقول ان في مهر الاول، وبعدين ان الراجل بيعمل بيت للست، بيعمل بيت للست يعني بيجيب شقه وبيأسسها بالكامل، مش النص بالنص، ولا الست تجيب مش عارف ايه، ولا ظروف الحياه، وبنساعد الشباب والكلام اللي بيتقال ده، لان احنا بدينا العرف على الشرع، وفي الحاله دي كل حاجه اتلخبطت معانا. البيت بتاع الست ده، الراجل اللي قادر يعمل بيت اكيد هيبقى قادر يصرف على بيت بعد كده. لو كمان بصينا للقران الكريم وشفنا قصه بنت سيدنا شعيب اللي هي كانت بتخرج للعمل عشان ابوها شيخ كبير، وسيدنا شعيب لما قابل سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. ده معناه ايه؟ يعني هجوزك واحدة من بناتي الاثنين دول مقابل ايه؟ هتشتغل عندي هنا من 8 ل 10 سنين، اشوف اخلاقك واشوف معاملتك واشوف ان انت تستاهل ان انا اديك بنتي. ما قالش انا راجل كبير وبنتي اصلا بتشتغل اجوزها وخلاص. احنا بداية احنا اتجوزنا على معايير غلط، فبالتالي ما بني على خطأ فهو خطأ. يا دكتور احنا عملنا كده عشان بس يعني الجواز، يعني نظام الجواز والحاجات دي يتسهل على الشباب، زي ما حضرتك شايفة الدنيا يمكن في التكلفة بتبقى عالية عليهم، فده اتعمل مثلا عشان تسهيل الموضوع مش أكتر. والنتيجة كانت إيه؟ بعد ما سهلنا عليهم، يعني أنا لما جبت ابني وهو في كي جي 1 وابتديت إن أنا أشيل له الشنطة عشان الشنطة طب تقيلة عليه، بشكر حضرتك جدا دكتورة غادة مظلوم، استشاري علاقات إنسانية وأسرية وخبير تربوي. دكتور غادة معلقت على نقطة مهمة اللي هو موضوع التسهيل للجواز، اللي هو أنا هو الشقة وإحنا تمام. طيب الوقت معانا دلوقتي فاصل، ومعانا إن شاء الله في الفقرة التانية ضيف مستشار قانوني ومأذون شرعي، أستاذ وائل صابر زايد. نرجع لكم مرة ثانية.